اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاربعاء 12 افريل 2017 نص نهار وخمسه دقائق متصلين معكم من توا حتى الماضي ساعتين في ميدي ميد كما عودناكم سويعتين تلقاو فيهم معنا عوده على اهم الاخبار الجهويه والوطنيه كالعاده على فريكونس نتاعنا على 104.1 في تونس الكبرى والكابون تسمعونا على 100.0 في نابل والحمامات. انتم تسمعوا في راديو ميد على 100 في نابل والحمامات و 104.1 في تونس والكابون. ماذي ساعة جيب أحذانا ضيف الميديميد لليوم بجمعة رميلي القيادي في جبهة الإنقاذ والتقدم. الساعة الأولى تكون مؤثرة بمجموعة من الفقرات تعودت بها تونس اليوم اللي تتوم مع مايك سوري فقرة كابون اليوم فقرة الزابينغ لو كوت كور ومسك الختام يكون بتعرف على أهم المواعيد الثقافية في لجوندا كولتوريل مع جيهيم بن عبد الله. صباح النور مايا. صباح الخير. توت سويت تونس اليوم. وفي تونس اليوم أعضاء تنسيقية نداء تونس يتهموا رضا بالحاج بالخيانة. هذا كان خلال الندوة الصحفية لمن أسماهم أنصار حافظ قائد السبسي. رضا بالحاج يتهم أنصار حافظ قائد السبسي بإثارة الشغب والفوضى بمكان انعقاد الندوة خاصة بعد ما جدت مناوشات كلامية واتهامات وصفت بالحاج بالخائن وبأنه تأثر نفسيا عند مغادرته ديوان رئاسة الجمهورية الشيء اللي جعله يوجه اتهامات إلى مؤسسة الرئاسة إضافة إلى أنه سياسي غير ملتزم بالجدية والاتزان والمسؤولية على حد تعبيرهم. أنا يدولي هذايا اللي صار البارح في الكونفرنس دو بريس هذايا يدولي زاد عمل نوع من الإشهار الكونفرنس اللي كان مش الحدث هذا اللي صار فيها بدات خرايط عديت من غير اهتمام كبير على خاطر الموضوع اللي هي نصبت عليه هو الموضوع البرنامج اللي باش يتعدى ما يتعداش ووقع تسجيله معناها كأنه في الموضوع هذاك ولاحظته دايوغ اللي اليوم مثلا الصحف ما عادش تحكي فيه بالكل الموضوع هذايا بتاع البرنامج تنساه وتعدى وحتى حد ما عاد يحكي عليه نظرا لتسارع نسق الأحداث ونظرا لعدم وثوق زاد الناس باللي صار في الحكاية خاطر فما هكاية حاجة مقصودة لا لا ونظرا معناها جون ماش با ميمو في الحكاية هذه معناها خاصة نظرا لشخصية المنشط متاع البرنامج اللي ما تعرفش صراحة بي اللي هو معناها كما أنا سميتها الطهرية مش ما نقولش حاجة أخرى معناها حتى نجي زعيري معناها معروف عنده حساباته معناها من مش نجي ونقولوا بون هو الى ايتي لا فيكتيم دونك الحكايه تفشت لكن هالحدث اللي صار في الكونفرنس دو بريس هو اللي جاب الاهتمام كبير الكونفرنس دو بريس والناس اللي كانت حاضرين في الكونفرنس دو بريس نقلوا لي اللي الاشخاص اللي جاوا للشوشره معناها كانوا شويه بالكل معناها ماهوش بذلك القدر على اللي يحكيوا عليه بعض الصحف خاطر ما تعرف زاده كل صحيفه راهو عندها الخط التحريري نتاعها ومع انا كلان تخدم للاسف هذا هو الوضع لكن حتى في العالم الكل راهو الصحف كل صحيفه زاده عندها زاده هكايا مع شكون تخدم سياسيا اتجاه عام دونك كانوا شوية وما حصلش مناوشات بالدرجة اللي حكوا عليها بل أنه فما بعض الأفراد في القاعة وقت اللي بعد ما كمل رضا بالحاج يتحدث ويستنى في الأسئلة متاع الصحفيين فما فرد قام قال له أنت اللي هلكت الحزب فسأله رضا بالحاج هل أنت صحفي؟ معناه انت من هنا جريدة؟ قالوا أنا من الصحافي قالوا راهو هذه الندوة معمولة للصحفيين صحفيين باش يسألوا ثلاثة ولا أربعة من الناس معاه بداوا هكايا يسيحوا وانت هلكت الحزب وانت كيف كنت في الحزب ودونك هذايا هو اللي صار معناها المسألة ماهيش بهذه الخطورة بطبيعة الجماعة معناها اللي في النداء شق الإنقاذ معناها شق رضا بالحاج قالوا اللي الناس هذوما مبعوثين معناها ما همش وحدهم جايين ما همش مواطنين هكاكا خلص جاوا معناها هكا يناضلوا بل مبعوثين وقالوا هذه وينجم يكون هذاك اليوم حتى حد ما عنده دليل لكن نظرا للجو العام في البلاد واحنا خاصة بعد ما ريناه من أمور وصلت لها أحوال النداء سابقا نحن رينا في الحمامات زلالت فما ناس معناها وقتها تبين اللي بعثهم الشق المناوة في الحزب رينا شنو اللي صار في سوسة دونك الحزب هذايا وتشققاته الموجودة لليوم اللي هي اللي قاعدة هكا تعطي فينا في المسلسل اليومي السياسي في تونس دونك ينجم يكون متوقع للناس هذوما فما شكون بعضهم لإحداث بعض الشغب بون
معناها من من الطبيعي اني شخص اللي يكون شي بعضهم هو الشق المناوئ معناها نداء تونس شق حافظ قايد السبسي. بطبيعه الشق هذاك باش يدرى التهم على نفسه. واليوم رينا محامي الشق هذا هو مردلش واللي هو ينتمي زاد للحزب ولا قيادي معناها مردلش في نداء تونس شق حافظ قايد السبسي، يقول اللي هما باش يرفعوا قضيه ضد حافظ قايد السبسي. هانا ننتظروا في القضيه هذه على خاطر مناش كنت تفكر ايمان العدد نتاع القضايا اللي قالوا باش يرفعوها، ولليوم الحقيقه مارينا حتى حتى قضيه ترفعت. دونك ننتظروا المآل. وهنا قلت لك نحب نرجع للنقطه الاولى اللي انطلقت منها اللي هي ساعات واحد يحب يفزد اجتماع فيولي يعمل له بيبليسيتي اكثر مفعول عكسي ولي يكون عنده مفعول عكسي وهذاك هو اللي صار. نبقى في نداء تونس، بيان لعشر قيادات مؤسسه للنداء تعلن المقاومه لإنقاذ الحزب. عشرة قيادة وصفت نفسها بالشرعية، الممثلة للهيئة المؤسسة لحزب حركة نداء تونس امبارح خرجت بيان عبرت فيه عن رفضها للانتدابات الجديدة وأعلنت التزامها بما أسمته بالمقاومة لإنقاذ الحزب. البيان أشار إلى أن نداء تونس يشهد حاليا عملية تخريب ممنهجة من خلال انتداب بعض العناصر التي باعت ذمامها داخل الحزب بالمال الفاسد والأوكار المشبوهة، وأن الأمر بلغ مرحلة التبجح العلني المفضوح. وأكدت القيادات الموقعة على البيان أن الانتدابات الأخيرة التي اعترف بعض المنتدبين علنا بأنها بتخطيط وإعداد من بين ظفرين، ما جاء في البيان تاجر الموز المشهور بتبييض الأموال والتجارة الموازية وتبييض الإرهاب وخدمة الأجندات المشبوهة، هي عمل صادم وغير مبرر تحت أي ظرف، لا سيما أنها تتعلق بأشخاص لهم تاريخ أسود في معاداة الحريات والبحث عن المنافع الشخصية. الموقعين مايا لازر العكرمي، عبد العزيز قطي، رضا بالحاج، عبد الستار المسعودي، عبد العزيز المزوغي، منذر بن حاج علي، فوزي معايا، أبو جمعة رميلي، منير بن ميلاد، وطاهر بن حسين. أنا نتسائل على قيمة البيان هذا، شنو هي قيمته؟ شنو قيمته بما معناها شنو في هذا الظرف معناها في هذا الظرف؟ على خاطر انت كيف تغزر القائمة الموقعين تلقاها قائمه كما نقولوا اتيروكليت، معناها المنابع المشارب نتاعها مختلفه نتاع الناس اللي صحوا. تلقى مثلا بوجمع الرميلي اللي هو اليوم ينتمي للنداء شق الانقاذ، معناها حسم مع النداء الاولاني هذايا، دونك انت حسمت معاه النداء الاولاني، علاش اليوم حاطط نفسك باش تنقذوا انت؟ انت هاك عامل انت جبهه الانقاذ وعامل مشروع سياسي على جنب، معناها خرجت انت. بالنسبه لحسين كيف تلقى طاهر بالحسين، طاهر بالحسين عمل كوغا واحد اخر وقال يلم في العباد واعلن عليه وجا تحدث عنا لهنا. بالنسبه لمزوغي، مزوغي انت ما كشخصيه مستقله لجبهه الانقاذ، معناها سيفيني مع نداء، ما عادش طارح على نفسك انت باش تنقذوا ولا ما تنقذوش، سيفيني. بالنسبه لازهر العكرمي، لازهر العكرمي معناها قعدنا فك المنزله بين منزلتين ووضعيته تختلف على الاشخاص هذوما. لازهر العكرمي ما زال عنده نوع من الامل في استرداد النداء، وهذا رينيه في الفتره الاخيره كثره نسق لقائته مع بيجي قائد سبسي لدرجه اللي احنا رينا في الشارع المغاربي عمر صحابه اللي نعرفه اللي علاقته ماهيش طيبه معناها برئيس الجمهوريه، وقع الحديث على اللي هذاك في فما مناوره انتقاميه من رئيس الدوله ازاء الازهر العكرمي نتاع كتبوا ساكله باردا، معناها لا فانجونس ان بلا كي سمانش فخوا. دونك معناها هني قلت لك تعدد المشارب نتاع الناس هذوما هو اللي قلق، على خاطر ما ثماش وجهه واحده، ما ثماش وجهه متحده، على خاطر كان الناس كل جاو ينتميوا الى نفس المشرب، كان كلهم هما من الناس اللي خرج ما خرجوش من النداء، قعدوا في النداء، وقتها تقول يطرح على نفسه هو الانقاذ باش يسترجع الحزب. مثلا عبد الستار المسعودي هذاك الطرح نتاعو يقول لك احنا ما خرجناش من النداء، رغم ان عبد الستار المسعودي مشى في فتره ما في حزب المشروع لكن كانت مغامره فاشله، ومن بعد قعد كما نقولوا في البرزخ، قعد في البرزخ كما لازهر العكرمي في البرزخ، رغم اللي حسب علمي لازهر العكرمي البارح كان حاضرا في الاجتماع اللي عملته جبهه الانقاذ يعني الاجتماع الدوري لجبهه الانقاذ قاد وتقدم. دونك هذا ما يجعلني نتسائل على القيمة. بون بوتيتخ بتاع تفريغ قلب على خاطر الوضع اللي وصل له اليوم نداء تونس، وما يحكيوا على تاجر الموز المشهور، وانا هذه الحقيقه حاجه معناها لا تروقني لا تروقني، على خاطر تو انت كي تقول تاجر الموز المشهور المعروف بكذا، شفيق جرية الناس الكل تعرف. دونك كان انت ما تسميش خوفا من التتبعات، راهو التتبعات في الثلب هي في القانون، شو يقول لك؟ يقول لك كان تسميه بالاسم ولا تعمل له اشارات
معناها واضحة، الناس الكل تفهم اللي هو فلان. دونك لماذا معناها هاته التوريات والوئة اللي راو فيها في البيانات الكل. دونك في اخر البيان يقولوا التعيينات المشبوهه من الناس تعرف عليهم اللي هما دي ميرسونير، معناها ماك سمي انت تحب تقصد برهان بسيس تحب لماذا نقعدوا ديما نعوموا فهل البحار هذه نتاع الضبابيه وطلع وحدك فهمت تطلع وحدك. وهني قلت لك يظهر لي معناها الامر ورد بهذه الطريقه الضبابيه على خاطر هما بيدهم المصحين في البيان هذايا، معناها ليه هما بيدهم يشكوا في القيمه نتاع اللي باش يكون عندها البيان هذايا. قلت لك لو كان جاوا الكل مثلا ينتميوا كيما عبد الستار المسعودي في البرز خلاني نقول فما الناس هذوما يحبوا يعاودوا ياخذوا النداء، ما كيف ناس ما عادش طارحه على روحها بالكل النداء. هاني قلت لك كيما رميلي وكيما مزوغي ومن معه فهنا نتسائلوا معناها هاكا يكون عنده قيمه انشائيه ولا قيمه لتحسيس الراي العام بالمشاكل الكبيره للنداء، خاصه واللي النداء اليوم في السونداج الاخريني نتاع سيغما بارادوكسالمون معناها يظهر من الاحزاب اللي الناس ناويه باش تصوت لها هذا حسب سيغما، معناها لي سونداج الاخرين كما الكا ياتي العكس تماما، لعله نوع من صافره الانذار والخطر نتاع ردوا بالكم راهو الحزب هذايا ها وشنو اللي ولا. دونك قد تكون هاتي هي معناها قد يكون هذا هو الهدف من هذا البيان. البارح طلبت الحقوق في ساحه الحكومه بالقصبه نفذ وقفه احتجاجيه احتجاجا تمديدا بالمرسوم 345. الوقفه هذايا جوستومون شهدت مناوشات كبيرة بين قوة الأمن والطلبة أدت إلى وقوع عديد الإصابات في صفوف المحتجين، وفما شكون يتحدث على وفاة في صفوفهم على أنه منذ قليل الداخلية انفات وأن وفاة أحد الطلبة المحتجين في ساحة القصبة اللي كانوا البارح معناها في وقفة احتجاجية تنديدا ومطالبة بإلغاء الأمر الحكومي المتعلق بشروط الالتحاق معهد الأعلى للقضاء. منذ قليل النائب بمجلس النواب الشعب سناء صالحي كتبت على الباج الفيسبوك نتاعها أنه الاتفاق على إرجاء العمل بالأمر الحكومي على 345 المتعلق بضبط شروط الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء تم إرجاؤه إلى حين انتهاء أشغال اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد اجتماع بين وزير العدل وممثلي طلبة الحقوق على أن يتولى وزير العدل توضيح هذا الاتفاق. هذه من الأشياء اللي من الأحداث اللي باش نعلقوا عليها في الليديتو باش نعلقوا عليها في إطار سياسات الحكومة في إطار جستمان الرؤية والشجاعة اللي بنحكيوها. على ذكر سياسة الحكومة اتساع رقعة الاحتجاجات في القصرين إضراب عام بالجهة في حال لم تتدخل الحكومة ولم يتم الاستجابة إلى مطالب الجهة وإنقاذ شركة الوطنية لعجين الحلفة. أيضا كيف الوسلتية مسيرة للمطالبة بالحق في التنمية والتشغيل، تطاوين مواصلة الاعتصامات مع غلق جزئي للطرقات ومنع السيارات الإدارية من المرور، حركة احتجاجية أخرى في التطاوين الأهالي يسحبوا أموالهم من البنوك ومكاتب البريد. هذا كل باش نرجعوا له جوستو مايا بعد شوية معاك في ليدي تو. جوست نذكر وأنه ضيف الميديمات باش يكون السيد بوجمعة أرميلي أحد الأطراف الموقعة على الوثيقة هذه متاع مبادرة لإنقاذ نداء تونس وأيضا قيادي في جبهة الإنقاذ والتقدم. لكن نقعد معاك توا ماي في ليديتو. ليديتو درجنا في تونس على اعتبار اللي أخطر شهر بالنسبة للحكومات هو شهر جانفي، كينها كآبة الطقس تساهم في الكآبة العامة وفي توتير الأجواء للبرد يزيد يفكروا في الميزيريا كار لا ميزيري موا بينيبل سولاي كما قال زنبوخ. لكن رغم الربيع اللي ربع والبنا اللي قراس والنرجس والقحوان والزهر اللي فتحوا، فمزاج التونسي فيها لأفريل 2017 مزاج شتوي، مزاج متاع جانفي. أفريل السنة أفريل صعيب، احتجاجات في القروين وإضراب عام في تطاوين وتحرك لطلبات الحقوق صدت بطريقة عنيفة. والأمثلة اللي خديناها ماهيش معزولة على خاطر التقرير الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يأكد أن التحركات الاحتجاجية هي جو عام اليوم في البلاد. شهر مارس شهد 1089 تحرك احتجاجي، 1025 منها يطالبوا بالتشغيل. ففي تطاوين مثلا اللي فيها الاشكال متاع شركات بترولية رينا في مارس وحسب ارقام نفس المنتدى 190 تحرك احتجاجي في شهر مارس برك.
إذا لا جدال في أن الوضعية صعيبة وفي أنه لازمها حلول مستعجلة. وكيف نقول حلول مستعجلة؟ مش معناها حلول ارتجالية من نوع الاتفاق على إرجاء العمل بالأمر المتعلق بشروط الدخول المعهد على القضاء إثر احتجاجات طلبة الحقوق. النوع هذية من الحلول أقوى أثر متاعه هو ترسيخ عقلية ابتزاز الدولة التي لا تؤدي إلا إلى إضعاف الدولة وارتفاع سقف المطالب ليصل في عديد الأحيان وفي عديد التحركات الاجتماعية بين ظفرين اللي هي فردية واللي يحتسبها المنتدى في الأرقام اللي قدمناهم آنفا إلى مطلبية فلكلورية وغير معقولة. كيف نقول حلول مستعجلة؟ معناها دخول أجهزة الدولة في نوع من سيلول دو كريز دائمة تعنى فيها بالمعالجة الاستراتيجية للقطاعات اللي تطرح مشاكل بصفة تخليها كيف تصدر قرارات فإنها تكون دارستها ما قبليا ودارسة جميع استتباعاتها الممكنة اقتصاديا واجتماعيا وشعبيا. زادة مش ما تقعدش في كل مرة تخرج قرار ومن بعد تتراجع فيه تحت الضغط أو حتى شبه الضغط. والأمثلة كثيرة للأسف. كنا نتحدثوا على رؤية وشجاعة غايبة للحكومة هذه والحكومات المتعاقبة منذ الثورة، فما نقصدوش اتخاذ قرار غير مناسب والتمسك به، بل دراسة القرار كما يجب حتى يكون الرجوع فيه غير ممكن بوصفه جزء لا يتجزأ من رؤية كاملة لسياسة الحكومة واتجاهها العام. وقتها برك النجمو نخرج من التصريحات السياسية الفلكلورية اللي مزيد كانت ساهم في الكآبة العامة وفي ارتفاع منسوب عدم الثقة من نوع اللي مفدي المسدي على رئيس الحكومة يقول لرئيس الحكومة يخصص ساعتين في النهار لمقاومة الفساد وكينها مقاومة الفساد جون بارتي دو غولف. فيجاوبوا من غديك نائب رئيس مجلس نوابه وشاريكه في الحكم عبد الفتاح مورو اللي هو ماهوش قاعد يشوف في مقاومة فساد في الحكومة. وطبعا فولافي كومبري الشيء هذا الكل راهو من نجمش يتم في جو التوافق المسموم اللي نحن نعيش فيه. شكرا لك مايا. نمشي إلى فقرة الكابون اليوم. في فقرة الكابون اليوم باش نمشي إلى منطقة منزل حر من معتمدية منزل تميم. اليوم صباح تم تنفيذ مجموعة من قرارات الهدم. التفاصيل ناخذوها من عند سيد معتمد الجهة محمد عماد الهرابي. سي عماد أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. مرحبا سيدي. اليوم مرحبا تنفيذ مرحبا تنفيذ 6 قرارات هدم في منطقة منزل حر معتمدية منزل تميم. 6 العدد صحيح. 6 قرارات هدم. أي حقيقة فيها. الأسباب سي ونعرفوا احنا في اطار الجهود اللي تبذلها الدوله للتصدي لظاهره بناء الفوضى وخاصه ما يتعلق منها بالاعتداء على النساء العام وبتعليمات من السيد والي على اساس انه ديما نحرص على تنفيذ اكثر عدد من القرارات الممكنه في اطار التصدي لظاهره بناء الفوضى. تم اليوم تنفيذ 6 قرارات هدم تتعلق قلنا بالاعتداء على الملك العام سواء كان الملك العمومي للطرقات او ملك الدوله في منطقه منزل الحر معتمدية منزل تميم. والحقيقة كان ذاك بتعاون ما بين مركز الحرس منزل حر منطقة الحرس الوطني في منزل تميم بلدية منزل حر وكذلك بلدية منزل تميم التي خلصت التركز. وبالهدف هذايا الحقيقة نوصلوا أنه 106 قرارات هدم. سي عماد مانيش نسمعوا فيك رجاء بربي أنا فما مشكلة في الغيزو. سي عماد نسمع فيك. خلينا من هذه الكل. دونك قلت لي 6 قرارات لانهم معناهم بنين بلاش تراخيص. لا بنين في الملك العام وعلى الملك العام تاع الطرقات الدوله حتى ما يشوف ما في ترخيص. وقداش عندها البنايات هذيا؟ ثم البنايات اللي هما قديمه شوي ثم البنايات اللي معناها حديثه حكى حبوا يشيدوها وحبوا معناها عمدوا المخالفه ولا حبينا دي مكتوبا باللي مانيش نسمعوا فيك بربي رجاء مثال الشعلق ونعاودوا نمشيوا الى فاصل قصير نعود معها بعد مباشره الى الاتصال بك سي عماد. اهلا وسهلا مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. نعتذر لك سي محمد عماد الهرابي معتمد منزل تميم رجعت معنا. اهلا وسهلا بك مره اخرى. مرحبا بكم ومرحبا بالساده المستمعين. سي عماد دونك قلت لي 6 قرارات هدم اللي تم تنفيذها اليوم الصباح في منزل تميم كانت بسبب تشييد المنازل هذه على ملك الدوله. على ملك الدوله منزل سواء كان متعلق بالطريق العام او على ارض ملك الدوله. سي عماد البني هذايا وقتاش صار بالضبط؟ كي قلت لي قبل وتوا اش معنى يعني ايمت الثوره كالفتره ذيك اللي استغلوها ربما برشا ناس؟
ثم فتره ثم في منها قرارات تتعلق ببنايات معناها مشيده بعد الثوره، ولكن ثم بعض حتى اللي يحاول من فتره لاخرى انه حتى مؤخرا انه باش يحب معناها يستغل اللي ربما معناها انه حب يفرض، لكن الدوله حبينا ناكد ودين باللي الدوله بمرصاد لاي تجاوز في الاطار هذايا وخاصه ما يتعلق منه بالاعتداء على الملك العام. اي القرارات وقتاش تم اتخاذها؟ مو ديما احنا نعرفوا عندنا مشكله وانه يقع اتخاذ القرارات نتاع الهدم هذايا وتقعد مده كبيره معناها باش يتم هدمها، في المره ذي تم التسريع لانه المتضرر هو الدوله. في الحقيقه حاولنا نسرعوا اكثر ما يمكن على اساس انه باش ما يخلوش المواطن يفرض الامر الواقع انه يسكن يسب الدار هذيك ويسكن فيها وكذا وبعد يولي امر واقع. حاولنا باش نعجلوا اكثر ما يمكن في اطار هذايا التصدي الحيني للبناء الفوضوي. فما قرار تفضل سي ميمي. تسمح بالله نحب نشكر بالمناسبه معناها منطقه الحرس الوطني منزل سنيم ومركز الحرس الوطني بمنزل حر بلديه منزل حر وبلديه منزل سنيم اللي هم تعاونوا باش نجحوا التنفيذ هذا. لقيتوا اشكاليات في التنفيذ بمعنى وانه اكيد وانه المواطنين تعرضوا منعوكم من الهدم؟ في الحقيقه بحكم ان الوقت بدايه مع 6 نتاع الصباح والتجاوزات هذه مش معناها الديار سكن تاع مواطنين ولا مواطن بيني مثلا دار وعنده سياج وزيد يحب السياج هذاك يضيف عليه سياج اخر يتمدد بها على مستوى الطريق العام، هذاك اللي حاولنا باش نوحدوا وتعاملنا مع كل الصعوبات الحقيقه وبنجاح مع مختلف الاطراف المتدخله. مازالت فما قرارات سيتم تنفيذها في قدم الـ الـ الايام؟ وبالنسبه لليوم وصلنا تو 106 قرارات هدم اسد في الفتره اللي الحقيقه 30 هضمه اللي باش تساهم مهامي وخاصه فيما يتعلق منها بالاعتداء على الملك العام وما يتعلق باللي هو محل تشكيات من الاجوار وغير قابل للتسويه. واضح، شكرا لك سي محمد عماد الهربي معتمد مازن تميم، شكرا على جمله هذه الايضاحات. لو كود كور وراجعين. اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. جينجل زابينج زابينج الاكسريلو اللي فريد البيجي الوافد الجديد على الحزب الحاكم في تونس. لله ورسوله قلت الاسلام ممكن اما لله ورسوله وشرحت ما معنى محارب ليس تكفير، يعني انا كي نكذب مش معناها اني كافر، عصيت الله تعالى انا وكلمت هيثم وقتها واستجاب لكلامي ووجدت منه كل الاحترام وكل الاستجابه لاني ما كفرته، اما كلمه كفر كافر الله يقول لك مش كافر اللي يحارب الله ورسوله. مش كافر اللي يحارب الله ورسوله، من يحارب الله ورسوله ليس بكافر. هو لازمنا ناخذ السياق العام اللي يتحدث فيه فريد البيجي. دونك فريد البيجي هو كان ضيف في موزايك فام وقالوا له انت معناها على التغيير هذا الحاصل على فريد البيجي حبوا يلاحظوا له عليه، قالوا له معناها انت مريت من شخص يمارس التكفير للحزب هذا نداء تونس اللي هو اليوم يقول عنده طرح نتاع دوله مدنيه وضد هذوما شيوخ التكفير، واعطوه دليل قالوا له انت كالعام قلت هيثم المكي يحارب الله ورسوله. قال لنا كيف نقول شخص يحارب الله ورسوله ماهوش معناها كفرته، لكن هنا هاو شنو الاشكال اللي فريد البيجي اليوم في مأزق وانا كنت حكيت عليه المأزق هذايا ذكرت معناها اعطيت حتى طرفه شخصيه قلت فريد البيجي انا اول مره جاني استقبلته في التلفزه ما حبش يسلم عليا بليد أنا في الاخر سلم. لا في الاخر سلم على خاطر كانت هذيك الشرط نتاع الحضور في البرنامج. دونك اليوم فريد البيجي في مأزق. علاش؟ فريد البيجي اليوم ينتمي الى معناها ولا هذا وافد جديد على حزب نداء تونس. اللي حزب نداء تونس في المده هذه شنو هو الديفي التحدي اللي عنده؟ اللي هو لازم يسترجع الغاضبين. القواعد الناس اللي صوتت له وطلعته لازم يسترجعهم، كيفاش بيسترجعهم الناس هذوما؟ الطريقه الوحيده لاسترجاعهم اللي الحزب هذايا يبين اللي هو دولة مدنية أكل العركة القديمة هذيك مع حركة النهضة ونحن ضد الرجعية وضد الإسلام السياسي ورينا تصريحات فريد البيجي حول حركة النهضة اللي أحدثت لغط حتى في نداء تونس بدول قال تصريحات فريد البيجي أخرجت من سياقها كيف قال لا راهو البيجي قايد سبسي قال لي النهضة باش نخرجوها بتشيشة بتشيشة كي الخاتم الصباح باش نرجعوا على تعليق محمود البارودي من بعد على القادمة دونك التصريحات هذه هي المود الجديد نتاع نداء تونس وهي تمشي في نفس السياق مثلا نتاع
تصريحات برهين بسايس اللي بعد برينه مدة طويلة يتقرب من النهضة ورينا تصريحاته المتقربة والمتزلفة للنهضة. رينيه في الاجتماع الأخير الشعبي اللي عمله في أريانا يتحدث قال لا راهو توافق بعد الانتخابات هذية بشيوفة ولازم نداء تونسي شد الثنية متاعه بمعزل عن النهضة. دونك كاينها توصية عامة باش يكون هذا النوع من الخطاب هو اليوم اللي يتحدثوه دونك فريد البيجي ينخرط في هذا النوع في الخطاب هذا من باب الانضباط الحزبي. وهما نداء تونس كيف عيطوا الفريد البيجي هما حبوا يعملوا التنويشة كما نقولوا بالدرجة هوكا. فريد البيجي هو في التنويشة هذية يمثل هذا الإسلام المعتدل الإسلام الزيتوني المعتدل. لكن الإشكال اللي هو ديما تاريخي يرجع لك على خاطر فريد البيجي كان عنده هذا النوع من التصريحات ودعونا كيف كان ضيفي في التلفزة قلت وانت كيف اليوم يقدموك كشيخ الإسلام المعتدل معناه كأننا ندويه في النار بالنار على خاطر انت زد نوع من النار كيف نرجعوا التصريحاتك. وفريد البيجي اليوم يحاول ينسب لكن التنسيب هذا يستعملوه دي سيت مثلا كيما شكون أكثر سيت استعمل الإكستريسونور هذا وخرجه هو ببنات اللي هو اليوم يعتبر نفسه في معركة مع فريد البيجي نظرا لببنات ويخدم مصالح حركة النهضة. لكن هنا راهو فريد البيجي كيف يعمل تصريح كيما هذا يقول لنا كيف نقول اللي حارب الله ورسوله ما هوش كافر معناه ذي بيجد على حد خط ناس كل تعرف سورة المائدة وشنو قالت سورة المائدة ومن حارب الله ورسوله ولا ذيك وقطع من خلاف معناه الناس كل تعرفها الآية واضحة من طويلة مانيش باش نقولوها الكل دونك الناس كل تعرف اللي كلام فريد البيجي نجم من يكون مردود عليه. بإيجاز محمود البارودي يعلق على اللي قاله فريد البيجي قبل على مسألة إخراج حركة النهضة من الحكم. فارينا حليل هذي فارينا حليل فما الفارينا الفاخرة اللي يقولوها بعض المنتدبين جدد في نداء تونس هذي فارينا حليل احنا خلينا نقولوها هذي فارينا حليل وكها وقت اللي تحدث زادا سي فريد البيجي على سي البيجي كي تحدث البيجي على البيجي واللي معناتها احنا كنا نتمنيه انه سي فريد البيجي يبقى في كل المكانة هذيك بالرغم انه كان اخطاء ولكن قد روح وتراجع عليها ولكن اليوم رجع الحقيقة في دور خايب دور خايب ما يجيش هكا مع الاسف اللي داخلين كلهم كاينهم داخلين للدفاع على منظومة اللي هي مهترئة. أنا ذكرني بآخر أيام ابن علي تيو بالوضوح نقولوها دونك لكن يا سي البارودي من شكون جاي هذيك هي السياسه معناها السياسه هذيك هي معناها السياسه السياسه بالمعنى هذا في تونس معناها بمعنى اللي قالته يمين الزغلامي اللي قالت كان تحبوا تعملوا السياسه رانا احنا نعلموكم احنا اللي بدعناها السياسه هذه هي. دونك اليوم معناها الناس اللي دخلت النداء تونس بطبيعه ماهيش باش تدخل النداء تونس باش يكون عندها خطاب مختلف على التوصيه العامه اليوم يحب يمشي فيها النداء تونس. فارينة فاخرة طحين فاخر وإلا ماهوش فاخر هذيك معناها الناس اللي باش تقيموا توراو شنو هما الأصوات اللي باش يحصدها نداء تونس من جراء الوافدين الجدد هذوما تو نعرفوا مدى الفخورة هذه متاع هذه الفارينة. به قبل ما نمشي للإكسخيم تاع ليلى الشتاوي ذولي مش حاضر سليم الرياحي البارح مثل أمام القطب القضائي المالي نسمعوا شنو قال. هي قضية مرفوعة من قبل لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي من 2012 أنا مش جديدة بخصوص شبه تبييض أموال. اليوم طبعا أنا عندي ثقة في القضاء لقيت القاضي التحقيق فاهم الموضوع أكدنا كونه طعنا في تقرير الخبير لأنه ما تمش استشارتنا وإلا تواصلنا معاه قدمنا المؤيدات الكل وانتهت العملية معناها بالنسبة لي أنا مرتاح عملية واضحة ولكن نأكد كونه هي مؤامرة سياسية من 2012 أسلوب النظام القديم معناها كل واحد حاول تخلق له ملف يخليه الأطراف اللي كانوا يحكموا في الوقت ذاك في 2012 معناها ما بين النهضة والمؤتمر متأكد العملية. بلين نحب مادام نحكيو على سليم الريحي نحب نقول وانه سليم الريحي كان باش يكون ضيفنا اليوم وانا متاكده على الاقل وانا كنا اول من اتصل به ووافق سليم الريحي واعطانا لاكور وخدمنا لافيش وهبطناها لكن من بعد كلمته اذاعه اخرى خاصه فرجع لنا قال لها غالبا نسيت اللي في الاجندا نتاعي عندي اليوم الاذاعه الفلانيه اتون نجيكم غدوه الخميس يا اخي قلنا له ميسالش نعتذر معناها احنا نعتذر لكم هذه ونقول لكم تجينيش للأسف هذا هو حال الوضع به. دونك توا نرجعوا للتعليق على الاكستري دونك الاكستري هذيا نذكروا الناس راهم نساو القضيه هذيا من عاش كنت تفكروها وقت لجنه التحاليل الماليه وقالت فما شبهات نتاع تبييض لكن القضيه هذيا قعدت اون سوفرانس من 2012 انت بربي كيف عندك اتهامات خطيره احنا في تونس واحنا نهار الكل نحكيوا على استشراء الفساد في تونس انت كيف عندك قضيه نتاع تبييض مال ما فهمتش علاش تاخذ هالوقت هذيا الكل من 2012 راهو اليوم 2017 خمس سنين
خمس سنين. علاش القضايا هذية ما تتعملش في عام؟ احنا البارح رينا وزير العدل قال انا باش نوصي الوكلاء العامين الكلهم باش تولي القضايا هذية متاع الفساد باش تولي عندها اولوية. علاش كان ما تصير هذية بقرار من سيادته باش نطلب تكون عندها الاولوية؟ قضية مهمة كما هذية انا حسب نعلم اللي هو سليم الريحي بيدو طلب باش يسمعوه البارح. معناها متاع راهو كيشو معنى القضية راقدة عندها خمس سنين. خويا اسمعوني عايدولي كونفينيس. وهذية حال عديد القضايا اللي قاعدة راقدة راهي من 2011 ومن 2012 اللي وقتها تم تكوينها إزاء الخصوم السياسيين. هذه مش معناها اللي احنا ضد معناها نظر القضاء في الملفات هذه، لكن زيدا ما لازمش تكون فما انتقائية. قدم ملفات على ملفات هذا فما الانتقائية لا فما ناس مثلا احنا ملف الهبة الصينية متاع بوشليكا رفيق بوشليكا عبد السلام. معناها شنو اللي وصلنا فيه؟ القيادي الفلاني في النهضة نسيت اسمه لما حالة اللي لقاوه شاد الفليجة فلوس في المطار جمال كل كوشوز. معناها هذيك معناها شنية حكايتها؟ حركة النهضة اللي حسب لا كور دي كونت ما تقدمش الموازنات المالية متاعها وعلاقتها ببعض الجمعيات الجمعيات متاع خو جمعية متاع خو عماد الدايمي. معناها لو كان نتلهاو بكل شيء في نفس الوقت ما ينجم حتى حد حتى سليم الريحي واللي كيف يجي يخرج يحكي يقول هذه مؤامرة وفما انتقائية. العباد كنت تقولوا له انت لا يا راجل يزي راهو هاو لاهين بالناس الكل والحديث هذايا غير مقبول. اما هذه الطريقة في التعامل بالانتقائية مع الأشياء والتطويل هذا واللي كل حد أنا عاملي لدوسي ومخلينه له على جنب أو كان هارت اللي يتكلم نخرجوا له دوسي هذيك. هذه أصبحت للأسف سمة القضاء التونسي في التعامل مع الملفات الحارقة اللي احنا مذبينا ما نتعاملوش معها بالصفة هذية بل نتعاملوا معها كما يتعامل القضاء العادي في البلدان الديمقراطية مع الملفات. ليلى الشتاوي تتحدث عن حفظ قائد السبسي. حافظ قايد سبسي راهو ينجم يقول كل شيء ويعمل كل شيء. حافظ قايد سبسي عندي هنا اليوم يظهر لي وقت اللي يقوم الصباح يغزر روحه في المرايه كما تعرفوا في ساعاتك الصوره اللي تتعدى نشوفوها ساعات على الانترنت نتاعك القطوس اللي يغزر روحه في المرايه يشوف روحه اسد مش فايق بروحه. اللي قاعد يعمل فيه راهو خطر، راهو اللي قاعد يعمل فيه راهو غلط. كالقط يحكي سولة الاسدي هذه هي معناها بون. الحديث هذايا تقولوا ليلى الشتاوي وليلى الشتاوي اتصورها عالمه بالوضع. الشتاوي حتى التوا يظهر لي منتميه كمام اللي تونس رغم اللي قالوا تتفكروا وقتها الشوشره وباش نطردوها من الحزب ومن الكتله وباش نعملوا قضيه. لليوم لرينا لا طرد لا من الحزب لا من الكتله. يظهر لي تراجعوا يظهر لي فاقوا لي مش هي صاحبه التسريبات بالكش يخلي بوغ فيغ بليزير انيزار عياد نقولوا مثلا بتتخ شخص بتاتخ فهمت تخمينات خلي يافر نزار عيد اللي كان ضيفنا كنهار وكان مغتاظا كثير الغيظ من مسألة هذه رغم اللي احنا عمرنا ما قلنا له. دونك لعلهم هما قالوا ماهيش ليلى الشتاوي. دونك ليلى الشتاوي هي تعرف الحزب هذايا بالكدي. دونك نتصورها هي الكلام اللي تحكي فيه واعيه به وتعرفوا هذايا ماهيش هي الوحيده اللي قالت. لكن شنو الاشكال هنا؟ دونك احنا عندنا القيادات كلها اللي خرجت من نداء تونس تقول في نفس الحديث هذا لكن معناها ما ثم حتى رياكسيون حتى رد فعل بل فما هروب دائم الى الامام. لا وتمسك وشنو راهو ديما فما دي فاغ تخرج اون فاغ من المنتسبين لنداء تونس تقول حافظ قايد السبسي هكا وهكا وهاو كالقط يحكي صولة الاسدي وهو اللي يهلك الحزب ما يصير حتى شيء. تجي فاغ جديده كما اللي راوها اليوم يولي حافظ قايد السبسي هو احسن واحد. الفاغ هذيك تخرج من غدوه يعني معناها و في الاثناء حافظ قايد السبسي يستعمل هاللي باك سكسيسيف هذوما من الاشخاص باش يدعم نفوذه وهو باق على راس الحزب. وإنما الحزب هذايا جوستمون ما نعرفوش يتمدد ولا لا يتمدد ولا ينكمش. لكن الملاحظ ان الحزب هذايا هو في حاله وفاه سريرية لكن هاوكا عايشينه بالبيرفيجيون متاع الوفي دين الجدد. مثالش باش نكملوا مادام ما حكيت على الفساد. السيد مستشار الاعلامي تاع رئيس الحكومه مفدي المصدق قال لك رئيس الحكومه يخصص يوميا ساعتين من وقته لملفات الفساد. سيدي ما فماش قرارات على الكاغذ وعلى الورق. ونرجعوا لخطاب السيد يوسف الشاهد في مجلس نواب الشعب اللي وقت اللي تم منح ثقه لكاتب الدوله الجديد والوزير الجديد واعطى ارقام على عدد الايقافات وعلى عدد المحجوز وذوما ارقام ثابته من وزاره الداخليه ومن الديوانه التونسيه يعني ارقام هامه وهم جدا. بالنسبه لمقاومه الفساد يلزم اليات والاليات هذه هي قوانين بالاساس تعرف كونه قانون الهيئه لتعزيز صلاحياتها
يعني تم قانون من أين لك هذا وغيره من القوانين اللي قاعدين يمروا على مجلس نواب الشعب. يعني يزم عندك آليات لمقاومة الفساد. ولكن أنا نأكد لك كونه سيد يوسف الشهادي خصص يوميا ساعتين من الوقت للمسألة هذه، وهنالك عديد من الملفات التي تم إحالتها للهيئة. احنا كنا علقنا على المسألة هذه شوية في اللي ديتو، معناها قلنا يخص ساعتين كأنه مقاومة الفساد سيت اون بارتي دو غولف، نقولوا هاي اسمع جات طاولة الاربعة نتاع العشية، هاي طاو باش نعملوا مقاومة الفساد، الستة جات اكاو طاو نكملوا مقاومة الفساد. سي الحقيقة سي كاريكاتورال، يظهر لي التصريحات، احنا دائما نتحدث عن التصريحات غير المدروسة وذات الأثر العكسي، وهذه كان نجموا يظهر يقريوها في المدارس على التصريحات، مثال التصريحات ذات الأثر العكسي اللي ما لازمش القائمين بالإعلام يعملوها. دونك هذه قد تنجم تكون معناها درس مدروس. شكرا لك مايا، هكا نوصل لنهاية ساعتنا الأولى. تتفيد أخبار ماضي ساعة مع هدى بن مسعود، ثم نستقبل ضيفنا الأول سيد بوجمع رميليا القيادي في جبهة الإنقاذ والتقدم، وإن شاء الله بعد شكو معنا تدخل مع سيد هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للإعلام، وسيتحدث اليوم على مسألة اللايكا لتقرر إسكات صوت الجهات. على سلامتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. سعيد جدا باستقبال الاستاذ بوجمع رميلي القيادي في جبهه الانقاذ والتقدم، ولا تحب مازلت قيادي في نداء تونس؟ سي بوجمع الاقدم هو نداء تونس وجديد الجبهه. الجبهه به سي بوجمع الرميلي، على الرغم من معنى انتمائكم كمجموعة خرجتوا من نداء تونس، خرجناش من نداء تونس، الجماعة اللي جابوا خط نتاع احتكار وافتكاك هما اللي خرجوا من نداء تونس، هذاك مش نداء تونس اللي موجود تو. احنا بقينا متمسكين بقيم واخلاق واهداف الارضية اللي تبنى عليها نداء تونس مع الباجي قايد السبسي المؤسسة نتاع نداء تونس. معناها النداء في المعارضة اليوم؟ لا مش في المعارضة، مش في المعارضة. جبهة الانقاذ شنية اليوم؟ جبهة سياسية معارضة؟ لا مش معارض. وتتمسكون كمجموعة بأنكم الممثل الشرعي والوحيد لنداء تونس، دونك آليا أنتم تشوفوا في روحكم نداء تونس، والناس اللي تأمن وأنكم كمجموعة راكم بالحق أنتم تمثلوا نداء تونس، دونك بصفة آليا تقول اليوم النداء في المعارض. لا مش في المعارض، هذا نقول لك. هي جبهة الإنقاذ لواش تكونت؟ هي تكونت على خاطر ثم أزمة في البلاد، الحزب اللي هو ربح ونجح إلى آخره دخل في صراعات نتاع قيادات، وبالتالي أصبح غير ناجح وغير فاعل وغير يعني ملتزم بالأهداف اللي وقع انتخابه من أجله، وبالتالي جاء البحث من أجل إعادة هذا القطب الحداثي الديمقراطي التقدم الجديد، لأنه دخل في أزمة، وبالتالي هذاك اللي هزنا احنا باش نساهموا في هالبناء هذا الجديد. وهذا وانت كي تعمل حزب ولا تعمل جبهة مش تحط في بطاقة الولادة نتاعو اللي هو معارض وإلا هو نتاع سلطة، تقول جبهة هي فقط وتقول اللي هو حزب. لكن في والإعلان الرسمي نهار 2 أفريل ما علمتوش وأنها جبهة سياسية معارضة. شوف من بين الأحزاب المشاركة في الجبهة ومن ربما من المبادرين فيها وقعوا على وثيقة قرطاج، وبالتالي هما موجودين في السلطة. إيه ولكن لوبيي القطع في المباشر الوثيقة، ومشروع تونس عمل كونفيرونس دو بريس وأعلن صراحة عن أنه أصبح ينتمي إلى المعارضة بما في ذلك نواب تحت قبة البرلمان. احنا قبل ما هم يدخلوا في وثيقة قرطاج وتتكون حكومة الوحدة الوطنية، احنا المجموعة التي حاملة ورافعة راية الإصلاح والإنقاذ في نداء تونس، وقت تكونت حكومة شاهد وفي نطاق ما سمي في الوقت ذلك مبادرة حكومة الوحدانية، احنا عرضنا الفكرة، وبالتالي احنا سابقين في المعارضة هذيك، احنا عرضنا فكرة تكوين حكومة الوحدة الوطنية في الأجواء هذيك اللي كانت تتلخص في الواقع تحت غطاء أزمة اقتصادية مالية، وكأنه رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة ما همش يجتمعوا كل اثنين، وكأنه رئاسة الدولة ما يشي باتصال مباشر مع محافظ البنك المركزي ومع البرلمان ومع نقابة الأحزاب. قلنا هذا يا رب مش هذا المطلوب، مطلوب صحيح جو طاع وحدة وطنية حد أدنى من الوفاق الوطني لأنه مشاكل صعبة برشا، أما الشكل اللي صارت به شكل غلط، واللي قلناه وللأسف الشديد تحقق، وبالتالي الموقف من الحكومة من أجواء تكون الحكومة احنا سابق بكثير للمجموعات الكل سابق. من اليوم شنو النقطة اللي تجمعكم كجبهة؟ الأحزاب السياسية المكونة لجبهة الإنقاذ شنو اللي يجمعها اليوم؟ يجمعها شيء هام ياسر، يجمعها وأنه احنا اليوم
قاعدين نلوجوا في إطار هالأزمة السياسية العميقة في تونس، قاعدين نلوجوا في مخر سياسي، لأنه ما عاد شيء ينطاق غدوة كيفاش تونس مع شكون على أي برنامج. وبالتالي هو ثم الناس يستغربوا في الجبهة هذه من جهات، فيكفي التكفير تفكير فقط، وأنه قبل الانتخابات توجد الاتحاد من أجل تونس، فيه شكون؟ فيه حزب اليسار وفيه العود، الحزب حزب العمل الوحدوي الوطني الديمقراطي، وبالتالي هذا حزب تعامل معه في المرحلة الثانية انتخابات الرئاسية، يعني دوزيام تور دورة ثانية، سليمان رياحي وحزب الجمهوري ساندوا الباشا قزاز، وبالتالي ماهيش هي جبهة نزلت من المريخ، هي جبهة عندها ممارسات سابقة، جبهة تولدت على خاطر أصبحت تلاقيتوا في معارضتكم للتمشي الحالي للحكومة. أنت تقول تلقينا في المعارضة، احنا تلقينا في نقد هام وعميق للشيء اللي ماشي عليه تونس. يعجبك اللي ماشي في تونس انت معناها اليوم نوابكم نوابكم تاع اللي نقولوا اذا كان فما نواب تبعين الشق اللي موجود اليوم تاع في جبهة الانقاذ، ماهوش باش يصوتوا ضد 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 قرارات الحكومة تحت قبة البرلمان. انت عندك عندك مؤشر صار فيما يخص المسألة على القضاء، وصار التصويت غير متناسق، ثم ناس صورت صوتت مع المشروع لأن الحكومي. الكتلة غير متناسقة نتاع نداء تونس اليوم بين المعا وبين شق حافظ وشق اللي ضمنها. نحكي لكش على كتلة نداء تونس، نحكي لك على الأطراف نتاع جبهة الإنقاذ. ما زلت مانيش نحكي أنا هنا على توحيد العمل النيابي بين الناس المكونة لجبهة الإنقاذ. أنا أتحدث على النواب المحسوبين على شق نداء تونس في جبهة الإنقاذ. ما صوتوش على القانون لك. إيه؟ دوك عارضوا. يا نهار سي نورمال عرض مش لا لا اوكو باركو، يعني لو كان صار توافق في شأن هذاك نتاع المسألة القضاء ما كانش مانع احنا ماناش ربي. سامحني ملاحظة صغيرة من الحديث اللي دار اللي نسمع فيه حتى التوا، علاش انت تحب تفند تفنيدا قاطعا انكم في المعارضة، انكم في المعارضة في شنو يقلقكم انكم اليوم كان نداء تونس شق الانقاذ، على خاطر تعرف اليوم فما زوز نداء تونس على الساحه، نداء تونس ونداء تونس شق الانقاذ اللي هو انتوما، شنو يزعجكم اللي اليوم نقولوا اللي نداء تونس هذايا شق الانقاذ ينتمي اليوم الى المعارضه، والحال ان جميع الدلائل اللي كانت تسرد فيها ميمان مداحي يفضيوا لهذايا معناها بصفه منطقيه، شنو يزعجكم؟ هل يزعجكم هذايا في اطار هكا ارادتكم المحافظه ولا ارادتك انت شخصيه تو في خطابك المحافظه ديما على نوع من العلاقه الجيده مثلا مع بيجي قايد السبسي، ولا ما وراء هذا؟ ما فهمتش انا شنو علاش هالمقبليكا ليه ماناش في المعارضه لوغ كو الدلائل الكل تعطيك انت في المعارضه؟ شوف انا مقبل نحاول نقول ما ثماش شقين، ثم حزب واحد، ثم شق. انا لا اعتبر ان مجموعه حزب قايد السبسي التي يعني هربت بصفه كامله على المنطق الديمقراطي والتوافق والوحده وسكرت البلاد كلها وقال انا ربكم الاعلى، انا ال الممثل الشرعي والوحيد المدير التنفيذي، هو يقول لك انا بالقانون المدير التنفيذي مؤتمر سوسه اللي حضرته فيه هو يقول لك انا الممثل القانوني بالقانون، يقول لك انا ما جيتش عملت بون هذاك ما يهمنيش نولي سا معناه مش ما يهمنيش العباد كل وحكينا فيه، وانت كنت ضيفي سابقا وكان لنا حديث وطويل ياسر في الحكايه هذيا في الانقلاب اللي صار وفي المجموعه و13 به، لكن في القانون توا حتى نمشيو بنظريه الظاهر هو اليوم المدير التنفيذي للحزب حتى فيما يخص تعامل انت مرأة قانون ولا لا؟ اي هانيش قلت لك غلط كلام تقول فيه فهمت اي قلت لك اي سيدي من الجانب القانوني كتفسر لنا انت صحيح ولا غلط، ماذا عن جانب التعاطي مع الجهات الرسميه اليوم؟ شكون اللي قاعد يقترح في الوزراء حكومه يوسف الشاهد رئيس الحكومه؟ على شكون محسوب مع شكون يتعامل؟ اللي زي مؤخرا في مناقشة الدات تاريخ موعد الإجراء الانتخابات مع أنه أطراف من نداء تونس تتعامل مع شكون؟ أي بشوية إذا كان أنت تاخو الأمر الواقع المفروض ظلما يصبح هو المشروع فلك ذلك، أنا أقول لك أنا قال لا تسأل فيني ولا نجاوب أنا هاني أنا ما نجاوب فيك في وقائع هاني نعطيك أنا في أجوبة على الوقائع اللي ذكرتها قانونيا وسياسيا وتنظيميا وحزبيا المجموعه اللي حول حافظ قيس سبسي ما عندها حتى شرعيه باش تكلم اسم داتوس، من يتعامل معها حملنا مسؤوليتهم، كتبنا لهم كلها رسائل رسميه راكم غالطين، كتبنا ليوسف الشاهد للرئاس الحكومه رئاس البرلمان راكم غالطين تتعاملوا مع شق غير شرعي وسوف تحاسبون على ذلك على اوراق سي بوجمعه
حافظ قايد سبسي هو المدير التنفيذي. لا هاني جايك عاد. اي هذيك النقطة. ها تنقل لك، هاي شنو اللي صار لك؟ بسيطة جدا. صار ذلك بمباركة برشا ناس من نيدالي هما اليوم يقول لك مش معقولة اللي صار. في كلمتين. مش لازم نرجعوا لل. هو اش معناه فكرة سوسة هي رغم اللي صار عليها نوع من الانقلاب، فكرة سوسة هو أنه يا ناس ماشيين إلى مؤتمر بعد ستة شهور ماذا بينها المؤتمر نمشيوا له بشكل مفتوح. إذا كان أنت باش تحط توا مسؤول أول عنده يعني أصدقائه وعنده جماعته إلى آخره فمتلازم شو المؤتمر زيد. وبالتالي حتى القانون متاع سوسة ينص وأنه تجتمع الهيئة السياسية الخشمة سوسة فيها 38 بيرسون كانوا 32 ولا واحد تجتمع وبثلثيها توافق على توزيع المسؤوليات. اجتمعت وتجتمع في ظرف غضون 15 يوم. اجتمعت الهيئة السياسية جمعها حافظ ب 12 عضو وخذوا قرار في ورقة مش حتى مسجلة، خذوا قرار وأنه حافظ قيس سبسي هو. وبالتالي احنا ونادي ولاش احنا عاملين قضية؟ عاملين قضية بخلاف المسألة السياسية، عاملين قضية في المحاكم معناها ضد تسلط وضد افتكاك غير شرعي وغير قانوني بقطع النظر عن الافتكاك الغير سياسي والغير أخلاقي. سي بو جمعة أنا فما حاجة ما فهمتهاش توا، هو فما هكا نوع من الفوضى. الفوضى فوضى فيش كما كنت تحكي لك إيمان توا تقول لك يا أخي اليوم فما زوز نداءات على الساحة ليزي ما عادش كومش يتعامل في مدة أولى قال باش نعيط للزوز ومن بعد اختار الشق نتاع حافظ قايد السبسي. بالنسبة لرئيسة الحكومة كيف تتحدث مع نداء، نداء هو نداء حافظ قايد السبسي ماهوش نداء نتاعكم أنتم. في الحالة هذه لماذا تتمسكون بالاسم هذايا نتاع نداء تونس خاصة وأنا الاسم هذايا نتاع نداء تونس تسبلكم في مشاكل حتى داخل جبهة الإنقاذ على خاطر في معناها فما شكون من الناس مشاركه معكم في الجبهه هذه نتاع الانقاذ والتقدم يقول لكم بربي كيفاش تستعملوا في الاسم هذايا لوغكو هو ينجم يكون هذايا يسبب لنا مشاكل، كيفاش انتم مستمسكين اليوم بتصويره النخله وباسم النداء علاش تتمسكوا باقي بالاسم هذايا؟ هل في ذلك معناها اقرار اللي هذايا سي ان فونت كوميرس ناجح، فونت كوميرس سياسي ناجح على خاطر هذيك النخله والاسم هذاك هو اللي جابوا العباد نخبوا عام 2014 والا ما فهمتهاش معني حقيقة ما فهمتهاش المعركة شنية؟ هل هي معركة رمزية؟ هل هي معركة سياسية؟ قبلك كنا نقرأ في البيان اللي أصدرتوه البارح الحقيقة معني هذيك من الحاجات ما فهمتش شنية القيمة السياسية متاعو معني حتى هني قلتك التمسك بالاسم هذايا والإصدار البيان باسم الحزب والقيادة التاريخية مفهم القيمة السياسية شنية متاعو لا بورتي لا فالور. هو سؤال وجيه على كل حال احنا متمسكين بالشرعية، احنا مؤسسين هذا ملفقين اللي جاوا توا، هذا منصبين، هذا غير شرعيين. هما يقول لك الحزب تطور، هذيك الحزب يتطور ديمقراطيا وقانونيا وتنظيميا، ماناش في غابه، احنا في ماناش في الشعامبي، احنا بلاد عندها قوانين ونواميس وقانون جمعيات قانون احزاب يتطور صحيح ولكن بالانتخاب بالديمقراطيه بالقانون. وبالتالي انت صاحب حق بما ان طحت بجماعه عندهم برشا أذرع مفتولة تقول أخوي نسلم زايد، علاش تحبنا نسلمه؟ علاش تحبنا حنسلمه في حقه؟ احنا هذاك حقنا، احنا أسسني دي تونس بك الفكر وبك التوجه نتاع دي تونس واحنا اللي أنجح لها واحنا رموزه واحنا قيادته. هذه حاجة أولى. حاجة ثانية، الأذرع المفتولة هذا اللي متقويين بهم واللي نورمالمون اللي يفهم قوة الأذرع المفتولة اللي بيجي قاعد السبسي واحد منهم؟ لا، اللي جاونا البارح وحرمونا الاجتماع هذوك باندية ميليشيا جابهم حافظ قايد السبسي. خلينا نرجع للجواب نتاعي. وبالتالي تقول لي انت مع شكون باش يتعامل ليزي ولا غيره؟ ينجم يتعامل مع ناس ما يمثلوا حتى شيء ويتحمل مسؤوليته وتخلق له فوضى في الانتخابات من بعد. احنا نقولوا من باب المسؤوليه وانه من يتعامل مع الاطراف السياسيه وخاصه الحزب الاول يرد باله وينتبه علاش قادم. اذا كان يحب يتعامل مع ناس فونتوش يتفضل يتعامل معهم، واذا كان يحب السلم الاجتماعية واحترام الحقوق واحترام القوانين واحترام الشرعية واحترام الأخلاق ما عليهم كان يمتثلوا للمطالب اللي وجهنا لهم وقلنا لهم راهي الشرعية اللي توا عند حافظ قايد السبسي شرعية مفتكة، شرعية مفتعلة، شرعية مرفوضة من بزارة حتى البنكرتين. تصور انت الحزب الكبير اللي جاب نداء تونس وجاب لتونس النجاحات في كل واحد، شكون يقود حافظ قايد السبسي؟ انسان ما يفقه في السياسة حتى شيء، ما نجمش يركب جملة مفيدة سياسية، شنو نقبلوها الفضيحة هذه؟ هاو اليوم اللي اونتوري اللي تونتخا معناها اونتوري باش بالناس تفهم في السياسة نامبورت كوا، ما نشوفهم في السياسة حتى شيء اللي جابهم جدد شو جابهم جدد؟ اش بيخ يضربوه يجيب جدد؟ هذا حزب قائم ذات،
شو يجيب؟ يجيب في مؤتمر، يجيب في شو معنى يجيب ويحط ناس قيادين عمرهم حتساقوا في حزب. معنى احنا مالي المول يعني ما يقع طردنا ويقع يعني إزاحتنا، وإذا بيجيبنا سخرة مسقطين على الحزب. سي بو جمعة رميلي، كان ضيفنا في الأسبوع الفارط نزار عياد على الهيئة السياسية الجديدة هذه لدى تونس، وقال ألي الوافدين الجدد هذوما والاستغناء على الوجوه التاريخية لدى تونس هو على خاطر المرحلة تغيرت، ومعنيها المرحلة ما عاش مرحلتكم انتوما المرحلة ما عاش مرحلة اليسار هذه. احنا اللي صار تو في النداء مش نتاعنا بكل صراحه، مش مرحلته هو مرحله هذه نتاع تلفيق وجبان اللي جي و يعني بارتباطات يعني مشبوهه الى اخره، مش نتاعنا مرحله. كلامه صحيح انا موافقه، مش مرحلتنا احنا مرحلتنا الاصلاح التقدمي الديمقراطي الوطني. احنا مناضلين نضاف معروفين، ماناش ضد مفبركين، ماناش مسقطين. نحن كوننا حزب واسسناه ونجحنا في تاسيسه، وبالتالي احنا معنا النداءيين صحاح، معنا الرأي العام صحيح. البارح وقت اللي عملنا ندوة صحفية قبل باش نحكيو على الندوة الصحفية وعلى اللي صار فيها، وسيتك أشرت توا قلت الباندية اللي جيبهم حافظ قايد السبسي، لكن بعد الفاصل، فاصل إشهاري وراجعين. أهلا وسهلا، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. موسين حوارنا مع ضيف الميدي ماد السيد بوجمعة رميلي القيادي في جبهة الإنقاذ والتقدم. سي بوجمعة، بيان من 10 قيادات مؤسسة لنداء تونس تعلنوا فيها المقاومة لإنقاذ الحزب، بيان موقع من بين مجموعة من القيادات المؤسسة عبد العزيز المزوغي، منظر بالحاج، ومجموعة أخرى رزق العاكمي، فيهم سيادتك سي بوجمعة. اليوم مانيش فاهمين كأنه أخذكم لقرار أنكم تلتحقوا سبوزيسيوني في اليوم مشروع سياسي، ما نقولوش جديد ولكن جبهة سياسية جديدة، باقي ما زلتوا تلوجوا وباقي تشوفوا أنه الإنقاذ متاع النداء ممكن؟ إيه شوف، أراو ملاحظة بسيطة، وكو العمل الجبهوي لا يتنافى ولا يتناقض وما يلغيش العمل الحزبي، بالعكس. ما تنجمش تمشي الجبهه ويديك في مكاتبك ما عندك شيء وراك، لازمك تمشي وعندك حزب، عندك كيان، عندك وجود، باش تقوي الجبهه هذيك، ماكش ماشي تطفر على الجبهه. وقت المرلوله الاخوه في الجبهه حطوا اسماء وخرجوا قيادات، قلنا لهم رفضنا وانتفضنا كما يقولوا، وقلنا احنا هوني الهيئه التسجيليه ديال تونس، ولا يحطوا الهيئه التسجيليه ديال تونس. وبالتالي يعني احنا 80% اهتمامنا هو اعاده بناء تونس بشكل افضل من اللي توا، و20 30% هو العمل الجبهوي اللي ما تنحاش وموش باش تنحى وباش يتواصل في المستقبل. العمل الجبهوي هذاك فرضيه من فرضيات العمل السياسي العام في كل انحاء الدنيا، واما اللي به الفائده والرسمي هو بناء نداء تونس. وهاك تشوف انت الرجال والنساء اللي ظهر في وقت من الاوقات وكانهم بعده وكانهم ايسوا وكانهم قلقوا، قاعدين تو يلموا في رواحهم. انا اقول لك البارح اللي صار حدث سياسي بامتياز، خلينا من اي ندوه صحفيه، الحضور النوعي للناس اللي جاوا، حدث سياسي بامتياز لانه جاوا ناس فايقين باللعبه الوطنيه المغشوشه، فايقين بهالانحراف والانزلاق نحو المجهول، وجايين مع النداءين وخارج عن النداءين يحبوا يعاودوا يأسوا التأسيس نتاع 2012. احنا السنه 2017 في 2012 اولين، احنا توا رجعنا 2012. هل ذلك ممكن؟ هل ذلك ممكن؟ نشوف لو كونتكست جينيرال اليوم، معناها حاجه خطفت عام 2012، احنا نتفكروا كيفاش جات نداء تونس، معناها حكم الترويكا كالحكم الجائر والناس اللي شافت النمط نتاعها الاجتماعي مهدد، ورات كل يوم ورات والاغتيالات السياسيه، فالناس معناها كما احنا نقولوا ديما نقولوا نداء تونس بالتل، ملفوف بالتل، ناس ما تشبهش لبعضها تلفت بالتل ضد مشروع اخر رجعي ظلامي هدد التوانسه. لكن اليوم حركه النهضه ولات تعطي وجه جديد على نفسها، ولينا نعيش في جو من التوافق اللي ولا فيه معناها يصير كل يوم لابلانيسمون نتاع كتوت لي ديفيرونس، ولات الناس كلها تشبه لبعضها، ولا جلاسي عن النهضه يخرج يقول انا يساري، في نفس الوقت نلقاو عباد من نداء هذا جديد يخرجوا يعملوا طروحات كي نتاع الاسلام فريد الباجي تلقى اليوم. دونك هل هذا ممكن اليوم مع الوعي هذايا نتاع التوانسه اللي ساعه يتراوح بين عدم الثقة في السياسي والسياسي وبين تسطيح جميع المعاني؟ أنا معك في التشخيص هذا اللي يقول ما عادش عنا نفس السهولة على المرة الأخرى، والمرة دي أصبحت الأمر أكثر تعقيد وأكثر صعوبة، ولكن لا يعني ذلك أنا مش باش نسلمه. احنا بالفعل باش نعاودوا طرح
إعادة بناء القطب الحداثي الوطني الديمقراطي التقدمي في ظروف جديدة. شو ظروف جديدة؟ الناس يقولوا يا أخي احنا جربناك وطلعتوا فالسو، هذه تنجم تلعب دور سلبي. اثنين، نجم يقولوا كما قلت انت توا توين الحكاية نتاع الترويكا النهضة توا ولات هيا مريقلة مقلمة أظافرها منظفة محطوطة في التصويرة تعمل 66 كيف. ثلاثة، نجم يقولوا أكثر من هك، يقولوا أنتم مش عملتوا تشارك في حكومة لضرورات انتخابية، أنتم وليتوا مندمجين في بعضكم. يعني توك في شوفوا يعني قيادة النهضة والقيادة المنصبة على تونس حزب واحد، وبالتالي احنا في ظروف اصعب. ولكن شو نقولوا؟ نقولوا حذاري سمح لي، تونس ما تنجم تمشي الا بالقطب الكامل الحداثي الوطني الديمقراطي رغم مصائبه وتصدعاته، وهناك قطب منحدر من الاسلام السياسي موجود، وبالتالي باش توجد في ميزان القوى هذا جديد. شنو اللي يصير؟ لو فرضنا فرضية وأنه أزمة نيداتون تستفحل والقطب الحداثي يتضرب في الصميم وما يتبناش كما ينبغي، المجتمع التونسي غير قابل وأنه قيادته تتم عن طريق النهضة، رفضها في باردو ورفضها في الانتخابات. إيش باش يصير؟ أزمة سياسية مستفحلة ستأتي على كل تجربة برمتها، لانه هذا جيش قد البلد مستحيل اني با ابيليتي اديريجي لو بي ما عندهاش. اي التشالنج تاع النهضه اليوم هي انها تقود البلاد متغطيه بنداء تونس. أيوة. تحف قائد سبسي اليوم متغطيه كما هذايا هو باش يسعى الى ديمومه الوضع هذا. باهي كل الانتخابات الجايه تتبدل الزاوره واحنا نبداو في 2018 2019 وتنتهي النيابات الكل التشريعيه والرئاسيه وغير، وين باش نصبحوا؟ باش نصبحوا في طرح في طرح جديد. أين القطب التونسي الإصلاحي الحداثي اللي بلاش به البلاد ما تقوم لها حتى قائمة، باش هو في نفس الوقت يبني وكذلك يتصدى للانحرافات الممكنة اللي تنجم تجي من التيار الإسلام السياسي. وبالتالي أنا أقول لك صعوبات فشل تصدعات سميها مشات كلها صحيحة، ولكن مناش مش نهربو، لا مناص لنا الا لا مناص لنا من اعاده بناء القطب الحديمي بالجبهه ولا بغير الجبهه بني دار بغير يلزم يتبقى. احنا نعرف محاولات في اجتهادات ومش ربما مش صحيحه مالتي، ولكن مناش مسلمين لان نعرفوا انه مستقبل تونس مربوط بك القطب هذاك، ينجم ربما غدو يتوسع على العباد اخرى لوجوه اخرى لافكار اخرى لشخصيات اخرى. اما احنا بنفي بصفه مفتوحه ما سكرناش قلنا رانا احنا سيفيني مولي المولى بعد علي انتقاد، لا احنا قلنا يا سيدي عملنا محاولة نجحت ولكنها فشلت ونستخلص الدروس من تجربتنا، واول درس استخلصوه يلزمنا اليوم متواضعين اكثر خاطر ربما ما كناش متواضعين كمان في بالنا، ربما نحسبوا روحنا اللي قلنا كل شيء ولا نحن طيارات كبار ياسر في اسئله لازم نتواضع. لا بروف هاوك عملنا برشا حاجات ومن بعد وللاسف يعني صار تصدع، وبالتالي احنا عندنا برشا استخلاص دروس من تجربتنا. وعلى كل حال احنا الطرح اللي نجيبوا فيه ماهوش يعني اعتباطي، يتماشى مع انتظارات التوانسه. التوانسه شنو تونس توا؟ يا اخي بالمجد هي ازمه اقتصاديه. ولكن الطرح هذا طرحتوه وقت اللي كنتوا في نيدي تونس في 2018 وصدقتكم الناس وصوتت لكم وطلعتكم للحكم ثم انقلبتوا على 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 وعودكم. اليوم كي تقول انت رجعت وانت قلت لي قبيله رجعني ل 2012 سي بوجي معرميلي، اليوم حتى في معناها ظل جبهه الانقاذ والتقدم هذين نشوفوا الاطراف السياسيه القياديه الموجوده فيها. سيادتك وقت اللي كنت نتقرص من باسم نيدي كنت من بين اهم الناس اللي تدافع على التوافق مع حركه النهضه. رضا بالحاج ومحسن مرزوق وقت اللي كانوا في القصر ومدير ديوان رئاسي ومستشار رئيس الجمهوريه كانوا من الاطراف السياسيه، وهذا قالوا حتى عنا رضا بالحاج التي دفعت بالبيج قائد السبسي واقنعته بان لا مناص اليوم من الحكم الا بالتحالف مع حركه النهضه. يقول رضا بالحاج بعد فشل المفاوضات مع الجبهه باش انها تكون مشاركه في الحكم. سليم الريح اليوم مهندس لقاء بيريز الشهير واللي عطى طيارته هز راشد الغنوشي في طيارته، كيفاش حاب الناس تصدقكم اليوم؟ لازم تصدقنا تقول كيفاش تصدقونا. اولا ساعه ما نظنش انا باش تلقاني في طليعه المدافعين على التحالف مع النهضه، وكلمه تحالف عمرنا ما استعملناها، قلنا تشارك في الحكم مش علينا فيه. خلي لك انت حريه التعبير مش مشكل ما دامنا في ديمقراطيه. اللي نقول لك فقط هو انه نداء تونس والباجي قائد السبسي وعن مضض وبالعفسان على القلوب نجحنا في التوافق اللي سبق الانتخابات وفي تجاوز المرحله بعد الانتخابات بشيء من المكاسب من ناحيه الاستقرار وشيء من المصاعب والاضرار فيما يخص نداء تونس والفكر التقدمي الديمقراطي الحديث. وما نظنش الناس توا المشكله معاهم، ما نظنش توا قاعدين يلوموا علينا كاش دخلنا النهضه الحكم، مش هذا اللي يلوموا فيه الناس. الناس يلوموا يقولوا تنجم تتعمل ضرورات تاع حكم في انتخابات اما مش تسلم في كل شيء وتولي نتيجه انخراط ميزان القوى ونتيجه اضعاف نداء تونس
واستفحال أزمته تصبح بصفة ميكانيكية كما البسكولة تنحي الرطل من هنا يطلع الكيلو واحد وما غادي. وبالتالي هي النهضة ما عندها شيء قاعدة بلاصة ضعاف نداء تونس تعرض بصفة أوتوماتيكية. وبالتالي شكون المسؤول على من الأول قلت وكان بإضعاف نداء تونس بمخطط من حركة النهضة فمن بعض الأطراف اللي قاعدة تشارك. أنا لا قل أنا رفضت قطعا مثل هذه النظرية. احنا اللي ضررنا وحدنا نداء تونس احنا الأزمة مش مدخل الحكاية بالنهضة وبرا دخلت مش هذا المهم. لو كانت أمورنا منظمة وصفوفنا مرصوصة وكلمتنا موحدة ويعني أمر تنظيمي محكم ما كانش يصير فينا هكاك. لأنك أنت كي تعمل سياسة تعترض إلى ألف وألف مخاطر زايدة. إذا كانت تقول والله إلا غالب ماذا بيا ما ثماش نهضة باش تزعزعني مالاش عملنا يلزم تكون نهضة وغير نهضة باش يزعزعوك. جيت مع معناها في التسلسل هذا خاطر باش نمشيو لنقطة أخرى معنا مباشرة عبر الهاتف السيد شمس. لكن هكا حاجة تظهر أنيكدوتيك شوية معناها كيف قالت لك إيمان كيفاش الناس باش يصدقوا. فما العديد من الناس من المنتمين خاصة للنداء الجديد اليوم يروجوا للإشكال الكل نتاع نظام الحاجة اللي هو اليوم القيادي في النداء شق الأنقاذ اللي مشكلته الوحيدة هو اللي هو خرج من السلطة. فالراو اليوم برهان بسيس يصرح برهان بسيس عن النداء حفظ قايد سبسي يصرح يقول في المشكلة الوحيدة متاع رضا بالحاج والفاف علي صارت البارحة هذية هي خروج من القصر. رضا بالحاج من القصر. شوف أولا ساعة احنا نجحنا إلى حد ما وأنه واتعاضا بالتجربة وأنه في الشيء هذا جديد نرفضه باش يوليوا مجموعة رضا ولا بوجمع رميلي ولا فوزي اللومي ولا كذا إلى آخره. احنا إلى حد الآن نحاولوا نستخلصوا العبرة من المرض الزعاماتي وقاعدين نقدم فروحنا كمجموعة تخدم من أجل المصلحة. هذه ملاحظة أولى. ثانيا وأنه هو الوش مشى رضا بالحاج البارح وش مشينا معه احنا متضامنين معه عمل الندوة الصحفية مش خاطر خرج من القصر على خاطر سانسرو في التلفزة خاطر كان عنده حديث في التلفزة سانسرو له ماشي احنا هاربين منها ونلف وندوروا ونرجعوا للمدرسة الأخرى. ما دام نحكيو على السانسور خلينا نمشيو في نقطة أخرى قبل ما يوفى الوقت. معنا مباشرة عبر الهاتف السيد هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقل للاتصال السمعي البصري. سي هشام أهلا وسهلا بك شكرا على قبول الدعوة. مرحبا بك. شكرا لك سي هشام. نعود على قرار مجلس الهيئة العليا المستقل للاتصال السمعي البصري وإيقاف بث برامج قناة نسمة على الترددات الـ FM المخصصة لمجموعة من الإذاعات. نسمة تتحدث على أنه الأيكا معناها أخمدت صوت الجهاد جوستمون. يعني هذا الكلام قديم والكلام هذايا يعني سمحني انه كلام فيه الكثير من الشعبويه والمغالطه. كل ما في الامر انه قناه نسمة تبث على نحو اكثر من 5 اذاعات بس برامج نتاعها في البرايم تايم في الصباح وفي نص النهار وفي العشيه لمده نحو 5 ساعات يوميا. كي تحل الاذاعه تلقى انها اخلت بالتزاماتها في البرمجه وخلت بالتزاماتها تجاه استعمال التردد وسلمته القناه نسمة. هذا فهمتني 70 قناه نسمة تو عملنا نحو شهر طلبنا منهم الوثائق طلبنا منهم فينا اتجاه قالوا لنا انه ما ثماش حتى كونفونسيون باش يمدونا بالوثائق بعدين ما مدوناش وفي الاجل وما مدوناش بالوثائق. تبين انه هناك مشاريع تاع اتفاقيات الهيكا عندها وثائق في هذا الشأن وخذينا القرار لأنه فيه عدم التزام بكراسة شروط. ميحقش الإذاعة جمعياتية تسلم مثلا 5 ساعات من البث القناة التلفزية. يعني أنت تحل في تاكسي تحل راديو مثلا يوليس فام تشوف بوذنيك قناة نسمة. يعني هذا اللي قاعد فهو إخلال بالتزامات في كراسة شروط. فيما يتعلق بهذا الخطاب انه الهيئه تريد اخماد صوت الجهاد هذا الحقيقه هذا خطاب يعني الحد الادنى من ذكاء اي واحد تونسي يعرف انه احنا اول شيء ساعه في اغلبنا اولاد جهاد اولاد تونس في نهايه المطاف مش واحد. والكلام هذا هو للتضليل وكلام لتأليب الرأي العام زعمة على الهيكا. ولكن تأكد الشكايات اللي بلغت الهيكا في هذا الجانب ليس هذا فقط. للعلم لأول مرة نقول أنه ثم إذاعات وقفت وثم مراسلات في هذا الشأن وقفت تلقائيا البث متاع
إذاعة نسمع على ترددات نتاعها، واعتبروا في مراسلات أنه رأوا المعاملة غير جدية وأنها معاملة فتبين لهم خطأ تاع الخيار اللي عملوه. يعني هذا الإطار اللي مشينا فيه فيما يتعلق ب مش أنه السؤال أنه الصحفي ما يحقلوش يسأل، مش أنه مقاربة جهوية أو إعلام القرب هذا نحن ندعو له، هو أنك تسلم الترددات نتاعك، إذاعتك توقف البرمجة وتسمح القناة نسمة تبث على الإذاعة متاعك لمدة 5 ساعات يومين. هذا عمره ما حدث في أي بلاد في العالم، يعني ممنوع أصلا بالقانون. يعني سي سنوسي، انا تعرفني ديما نحيي تطبيق القانون وكيف هكا الهيكات يقفوا طبق القانون، لكن ريت انت اليوم بعد ما اصدر القرار هذايا ريت لغط الكبيره اللي صار والتعليقات، ما تراش اللي كلكو بار هكايا الهيكه هذيا اليوم البريت لو فلان، علاش النوع هذا من الانتقادات؟ الناس الكل كل ما الهيكه تصدر قرار تتحط على الانتقائيه، يقول لك يا سيدي علاش مثلا شان نتاع الزيتونه قناه الزيتونه قاعده تخدم لبس عليها حتى حد ما يقلقها، رغم اللي انتوما في مرات عديدة ومتكررة وكنت مرة ضيفة مش مرة بركة ضيفة عنا عديد المرات وقلت لا واتخذنا الإجراءات وسيتم وسيتم، لكن اليوم ما تم حد شيء في إذاعة في قناة الزيتونة. الناس تقول لك دونك هذايا هاوكا فما انتقائية، معناها فما دو بوا دو مزيور، وهذايا هو اللي يخلي عمل الهيكة الحقيقة معناها عليه هاتي الانتقادات. لا ما فماش انتقائية، ونحكيه بكل صراحة. لوكا زيتونة يعني الهيكا تتخذ القرارات وانت أدرى بأنا كيفاش تنفذ القرارات. الهيكا اتخذت قرار في إيقاف قناة زيتونة باعتبارها قناة مقرصنة. اليوم ما فماش إرادة سياسية بتنفيذ قرارات الهيكا، مش هذا فقط. إنه وقت تاخذ الهيكة هذا القرار حركة النهضة تصدر بيانا تدين فيه قرار الهيكة وتعتبره إنه مش من حرية التعبير. يعني اليوم يا إما نحطوا النقاط فوق الأحرف ونقولوا أين هي الإرادة السياسية، وين دولة المؤسسات والقانون، وإلا نقولوا الهيكة ما عندهاش أذرع لتنفيذ القرارات نتاعها. كيف المؤسسات العموميه ثم اجراءات في التنفيذ، القرار نتاع الهيكا تقول انه راهي لا فقط مقرصنه واقعه تحت تاثير حزبي ومحاصه حزبيه، وبالتالي راهو هذه ماخذه فيها لا تعتبرها قناه على الاراضي التونسيه، يبقى فقط انه اتخاذ الاجراءات في ايقافها. مشينا عملنا الشمع الاحمر على القناه وكذا، وتعاود تحل القناة وتعاود تبث، ولا حياة لمن تنادي، لا النيابة العمومية لا السلط لأي واحد. وبالتالي نحن اليوم ثم مع الأسف يعني طرح السؤال في غير محله. كيفاش أنه الناس تتسائل حول الهيكا مش يتسائلوا أنه القرار موجود متاع الهيكا، التوصيف القانوني للهيكا موجود وخذت القرار متاعها، بينما السلط لا تنفذ ذلك ولا تريد تنفيذ ذلك، وغير معنية السلطة اليوم بالهذه بالإعلام الموازي. خلينا نقول كيما التجارة موازية ثم إعلام موازي يخدم على الرصيف، وحتى واحد ما يقرب له، حتى واحد يقول له شو باش تعمل. نعطيك معلومة أخرى، ثم من ضمن هالإعلام الموازي ثم شكون تحولوا إلى مستشارين لدى الحكومة، هي وعندهم إذاعات وعندهم إذاعات غير مرخص فيها، ما عندهاش إجازة أصلا. فاليوم لازمنا نسألوا ماذا تريد هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة الحقيقة يقول من الإعلام، نشوفوا في القرارات نتاعها، نشوفوا في التعيينات على رأس مؤسسات مثلا التعيين على شمس، التعيين على إذاعة الزيتونة مؤخرا لم تتم استشارة يعني لم تتم استشارة الهيكة، هذا من جانب. من جانب آخر التدخلات، والهيكة تبعث رسائل موثقة وتقول وتعلن الرأي العام، راهو ثم تدخلات على مستوى الإعلام العمومي، ولدينا شكاوى من أكبر المسؤولين في الإعلام العمومي أنه ثم تدخلات، ثم محاولات، ثم أسماء تحطت على لوائح سوداء باش ما تظهرش في الإعلام العمومي. وهذا تقول فيه الهيكا يعني وقت يجي، لأنها على الأقل في ظل غياب الإرادة السياسية على الأقل ما نكونوش شهاد زور، ونقولوا المجتمع متاعنا اللي حطنا في المكان هذايا نقولوا راه ثم خروقات كبيره جدا تاتيها الحكومه، النظام الحاكم ياتيها اليوم في حق حريه التعبير. انت راجعه
امبارح صار في نقابة الصحفيين راجع ايش قاعد يقول المجتمع المدني ايضا. كل الناس متفقين انه تم اختلالات كبيره فيما يتعلق بحريه التعبير. دونك شنو اللي يخلينا معناها شنو اللي يخليكم حتى كهيئه جيمس نوسي متاكدين وان القرارات مثلا الاخيره التي تم اتخاذها على مستوى النسمه والاذاعات الشريكه انه باش يتطبق معناه؟ لا يتطبق لانه شوف اول شيء الهيكا تنزل عقوبات واثنين يلحق لها انها تسحب الاجازات في حال عدم الالتزام بذلك. يعني عندها مجموعه من الاجراءات اللي في حدودها هي تنجم تدخلها. علاش ما سحبتش على الزيتونه؟ نعم معك سي بوجه مع رميلي. علاش ما سحبتش على الزيتونه؟ لا لا عملنا على الزيتونه وسمعوا الاجازه تخدم اللي هي توا تخدم بيرات بيرات الزيتونه توا. نحن نحكيو على العقوبات الماليه اللي حق للهيكا انها تتخذها. اللي على سحب الاجازه سي بوجمع رميلي قال لك علاش ما سحبتش الاجازه؟ ما عنديش اجازه يا اما يا اما تفهم الدوس يا اما واحد ما لا نسال فيك فقط. هو يسال ما عندهاش اجازه. لا عاد ما عطتهاش اجازه اصلا. هي رفضت الهيئه رفضت انها تعطي اجازه للزيتونه فيو انه ثم شكون فيها يمارس في السياسه. بعد ذلك واصلت انها هي تبث بطريقه غير قانونيه مقرصنه، سلطت عليه عقوبات، اتخذت قرار في حجز المعدات نتاعها. وقت اللي ندخلوا للعمل الميداني وانه اغلاق المؤسسه هذه وقتها هذه حاجات تخرج من عندنا احنا تولي مربوطه باجهزه عموميه اخرى تنفيذيه مع الاسف ما يقوموش بالجانب هذايا. دونك العقوبات اليوم بالنسبه للحاله نتاع القرار الاخير تاع لايكاي شمسوسي سيتم تطبيق العقوبات فقط على الاذاعات مش نسمه مش معنيه معناها انتم قلتوا وفي حال عدم الامتثال سيقع سحب الاجازات هذه ما عند الاذاعات الشريكه. شوف نسمه الى حد الان ما عندهاش اجازه. نسمة إلى حد الآن تشتغل بالإجازة أعطاها لها النظام القديم. يعني إلى حد الآن بصدد تسوية الوضعية متاعها مع الهيكا. ومع الأسف هناك مماطلة كبيرة فيما يتعلق بالجانب هذايا. هناك مماطلة كبيرة والملف وصل للحظات الأخيرة متاعه. يعني إلى حد الآن العديد من المواثيق ما تمش تسليمها للهيكا. راهو وقت نحكيه على نسمة نحكيه زاد على حاجة أنا نعتبرها هي مش بيرات يعني داخلة في إطار التسوية باعتبار نحن من الأول قلنا التسوية ولكن حاجة أخطر من الزيتونة بالنسبة لي أنا على الأقل شخصيا باعتبار أن هذه نسمة تكاد تكون يعني قناة فوق القانون يعني صاحبها يمارس في السياسة وهو اللي يشهد القناة ومن بعد يقدم استقالة سورية وما إلى ذلك. يعني إلى أي حد يمكن أن نسكت على هالوضعيات هذه في تونس؟ الهيكا في حدود الطاقة اللي موجودة عندها مع الحملات التشويهية اللي قاعدة تقوم بها قناة نسمة مع الأسف ولكن تقول راو اليوم نبيل القروي هو عبارة على شخص فوق القانون يعني محمي ولا يمكن المس به ونحن نلاحظه حتى في ضعف لدى أجهزة الحكومة في التعامل معه. ضعيفة أجهزة الحكومة إذا كان ثم ضعف هو لدى أجهزة الحكومة اللي الوزراء واللي يرجع لهم النظر في ذلك غير قادرين أصلا أنهم يصرحوا بمواقفهم الصحيحة فيما يحدث الآن في نسمة. يعني نسمة اليوم يخرج هو فاعل سياسي يخرج في القناة متاعه يعمل برنامج يقول راني نجحت النداء من المؤسسين متاع الحزب وهذا الكل يدخل في ضمن موانع الملكية موانع أنك أنت تدير قناة في حسب كراسة شروط ولكن شكون اللي نجم يعرض لهذا؟ الى حد الان الهيكا ما امضاش فيما يتعلق بالاجازه نتاعو، قاعده تطالب باستكمال الوثائق وربما في الايامات القليله القادمه الهيكا تقول رايها في نهايه المطاف، ماهيش باش تسكت. شكرا لك هشام السوسي عضو مجلس هيئه الهيكا، شكرا على جمله هذه الايضاحات. باش نختموا سي بوجمع رميلي. باش نختموا ساعه على الندوه الصحفيه اليوم الصباح برهان بسيس. لا اللي قال توا السيد ممثل هيك رغم الساعات تابلو سومبر معناها سما هجومات على هيك ما عرفش مبرره ولا لا اما هذا ضرب في الصميم هذه معناها كماش دوله القانون. ومن بعد كيفاش تعمل انت تنميه وكيفاش تعمل مقاومه فساد وكيفاش تعمل الناس تجد عليهم حتى حد ما يجد عليه حد شيء اذا كان وانه يقول مسؤول وناطق باسم هيئة رسمية يقول وأنه أنا عندي قرارات السلطة القائمة والأحزاب في وسط السلطة مهما كانت نداء ولا نهضة كيف كيف رافضة لتطبيق القانون أنا أقول ماشيين الفوضى تو سامبلومون هكاو
ماشي معنا مآلنا هو الفوضى. اذا كان الشيء هذا باش يتمادى وما ثم حتى مصداقيه تو نقول لك انا بكل صراحه في مخص هالمواضيع هذه يجي شكون يحب يتكلم، رئيس دوله، رئيس حكومه، رئيس بين، ما عنده حتى مصداقيه. مادام ثم هيئه ماخذ قرارات قانونيه ما يلقاش تطبيقها، احنا ماشيين نحو المجهول. واللي هارب من بنكردان وهارب مش عايش باش تقول له كيف كيف قاعد هارب على القانون. وبالتالي مسألة خطيرة نعتبرها أنتم أثرتوها ربما بصدفة ولا كيفاش في برنامج، ولكن حاجة هامة ياسر. والسيد أجاب يعني بكل وضوح وبارك الله فيه وبكل شجاعة. بالعودة للندوة الصحفية، برنامج سيس اليوم الصباح قال وأنه على رضا بالحاج أنه يحترم واجب التحفظ، ما يقولش كل شيء. هو لو كان الدولة تحترم القانون وما تنصرش الكلام تاع الناس في التلفاز ما يصيرش اللي يصير وكا، ولا شو نقولوا. مي انا سي بو جمعه في النهايه ما عنيش برشا وقت، انا باش نسال جوستومون على جبهه الانقاذ والتقدم. نعرف اللي فما اجتماعات دوريه تتم بين المكونات نتاعها الكل، لكن في المده الاخيره الكل سمعنا على نوع من التلكؤ من قبل المشروع لمحسن مرزوق عن حضور هذه الاجتماعات، مما ينبئ هكا بنوع من الانفجار القادم لجبهه هذه كما عرفناها كما بدينا نعرفوها من الدوافغي. يقولوا احنا ما نشفي دوخة المشروع، يقولوا صار عندهم نقاش داخلي ولكنه حسم لفائدة الجبهة. ولكن انا نقول مرة اخرى راهو ردوا بالنا من حاجة فقط. هل حذر البارح محسن مرزوق او من يمثل في الاجتماع الدولي؟ ثم لجنة تقنية فقط، ما حضر حتى حد، نقولوا احنا من المسؤولين الاوائل. اما انا نقول فقط ردوا بالنا في حاجة واحدة، انا على كل حال قاعد نبهلها. الجبهة في بداياتها ستتطور، لا تعوض بشيء بأي شكل من أشكال الأحزاب. الأحزاب والجبهة تتكامل، والجبهة مش موجهة ضد أي كان، هي فقط تحب تعاود تبني كما ينبغي القطب الحداثي والديمقراطي والتقدمي اللي كلا ضربة بالأزمة تاع نداء تونس. شكرا لك سي بو جمعه الرميلي القيادي في جبهه الانقاذ وتقدم، شكرا لحضوركم معنا على جمله هذه الاذاعات. ميرسي توت ليكيب تكنيك، شهية طيبه دوما ان شاء الله. ميدي ماد ميدي ماد.